السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عندكم يوم فيديو جديد في القناه ابداعاتهم امين. هاد الفيديو هو خدمه كنحبطو على طول جلابه او القفطان، تجي زوينه بزاف. لي خدمه الجوزه باربعه العيون، يعني باش شبه كنخدمو على جوزه صغيره باربعه العيون، كنهبطو على طول جلابه ولا قفطان، يعني خدمه اللي كتجي زوينه وراقيه. فدائما كيف ما عودتكم الحرير كيكون مبروم كيف ما العاده على ثلاثه شعرات. بسم الله على بركه الله نبداو الخدمه ديالنا. بالنسبه لهاد الخدمه فانا غنبني الغرز، يعني ما نخدمش على ما نبنيهمش على خيط، يعني غنبنيهم ما نبداش الخدمه ديالي على الخيط كيف ما كنت وريتكم قبل، يعني كنبنيهم بحال ما هكا في البناء الغرز على الخيط، يعني كنديروا خيط من بحق ديروا غرزه وكنحسبوا 8 دقائق صافي كنبداو نبنيو عليهم. فهذا كيتسمى بناء الغرز على الخيط. اما انا دابا فغنبنيهم الغرز بسبق وريتكم في فيديوهات اخرين هاد الطريقه هذه. بالنسبه للمبتدئات يقدروا يبداو بالخدمه ديال بناء الغرز على الخيط، حتى هي كتجي زوينه. غير هذه كتعطينا العبار اللي حنا باغين في الغرز كيف ما كتشوفوا معايا. فانا درت البرا في التوب، دابا نخدم اول غرزه بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. فهي عندي عوينه كتبقى عندي هنا، فنعاود نخدم فيها بالبرا. فدائما مره كتكون عندي العين في هذا الشيء، مره في هذا الشيء. انا عندي عوين اخرى هنا غادي نرجع فيها دائما في اطار بناء الغرز، يعني باغا محتاجه بالنسبه لهذه الخدمه هذه محتاجه 8 الغرز. عندي عوين هنا كما كتشوفوا معايا، ها هي عوينة عندي اخرى هنا. فدائما حنا كنبداو في الغرز فكتكون عندنا عوينة هي هادي، فنرجع معاها كما قلت لكم. فحنا كنخدمو بناء الغرز فكيكونو بحال عندي جوج مرات، بحال خدمت الغرز ورجعت، يعني بحال كنمشيو بجوج سطورة في هاد بناء الغرز هاد الطريقة هادي. صراحه هي زوينه كتعطينا العبار اللي حنا باغين في الخدمه، يعني كتعطيه لينا. فبعد ما كملت الغرز اللي عندي فانا هنا، يعني غنخدم هنا كما كتشوفوا نثبتها على يعني الغرزة الثامنة. غنوريكم اشنو غندير. عفوا درت البرا كما قلت لكم انا كملت الغرز اللي باغا. هذا هو العبار اللي انا بغيت، نصور الخيط دائري ثبت البرا نخدم الخدمه ديالي عادي. هذه هي الخدمه اللي انا بغيت تشوفوا، هي عندي عوينه هنا غنعاود نخدم فيها باش ناخذ الغرزه اللي انا باغا بحال ما هكا. نعاود نخدم في التو، دابا غنعاود نرجع مع الخدمه ومن بعد نعاود نحل الغرز اللي عندي. فمن بعد ما كملت رجعت مع التوب كيف ما كتشوفوا معايا، رجعت مع الخدمه. فانا دابا غنبدا نفتح في العيون اللي انا باغا نشرحلكم كيفاش. بالنسبه لهاد الخدمه كيف ما قلت لكم 8 غرز. انا غنخدم دابا نبدا نفتح في الجوزه، عندي وحده جوج ثلاثه، غنخلي العوينه الرابعه ما نخدمش فيها ونجي الخامسه سته سبعة ثمانية، عندي 8 الغرز. نرجع معاهم دابا نوريكم هاد الفتيحة اللي خليت واسعة اشنو غنخدم فيها. وحدة
جوج، ثلاثة. هاد العوينة هادي غندير جوج غرز كيما كتشوفوا معايا. هاد العوينة اللي فتحت فكنديرو فيها جوج الغرز، صراحة يعني كتجي زوينة الخدمة هادي. من بعد ان شاء الله نشارك معكم بلقيق، جوزة بلقيق صغيرة. دابا نخدم غرزة وحدة، جوج الغرز. غنخلي هاد العوينة ونخدم وص من هاد الجوزة، لان فتحت العوينة مفتحتش بحال ما هكا، فتحت العوينة التانية. غنخلي هادي ونفتح عوينة اخر. انا سبقت وشاركت معكم فيديو اخر على الجوزة في نصف الطوق، يعني هادي راه نفس الطريقة في الخدمة، غير هادي هابطة على طول الجلابة. نرجع معاهم نفس الطريقة، يعني الغوزة اللي فتحت هنا نديرها بجوج غرز. دائما كيبقى عندي العبار ديال 8 الغرز، يعني مخصوم ما يتزادو وما يتنقصوش، وخدامين بنفس طريقة. هذا الخيط نعاود نرجع معكم بعد ما ركبت الخيط، فنعاود نخدم معكم عاود. دائما كنحسبو وحده. دابا خدمت غرزة وحدة، غنخلي هادي ونخدم هنا. دابا فتحت العوينة الثالثة، نرجع نخدم وسط منهم هنا عادي كما كتشوفوا. وحدة، جوج. دابا نخلي هاد العوينة ونخدم هنا باش نخدم العوينة. دائما عندي وحدة هنا، العبار كيكون عندي من هاد الشيء كيكون عندي من الجهة، يعني عبار واحد كيبقى عندي في الجوي بجوج. صراحة كتشوف ديما زوينة ومسخونة. دابا كنرجعو عادي، يعني في نفس الطريقة، جوج الغرز، كنفتحو العوينة. كتشوفو الجوزة عندي بدات كتبان، لما نكبرها بزاف غندير ربعة العيون. نفس الطريقة دابا نفتح الغرزة الرابعة، يعني العوينة الرابعة. دابا نخلي هاد العوينة هادي ونخدم هنا، يعني العوينة الرابعة كتفتح ليا على التوب. جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، كما كتشوفوا معايا. نخلي هاد العوينة ونخدم هنا كيفما كتشوفوا، دائما هي العوينة. دابا نفتح عوينة، دابا نفتح هادي هنا. كما كتشوفوا معايا غادي نرجع ونلقى حسبهم معكم. نلقى 8 غرز، وحدة، جوج، ثلاثة، أربعة كما كتشوفوا، خمسة، سبعة، ثمانية.
كمية الغرز. يعني الحساب عندي مضبوط بواتك. دابا غنبدا نسد فيه هاد الجوزة. غنخدم وحدة هنا كما كتشوفوا، هنخلي هاد العوينة ونخدم هنا. هرجع نخدم معايا هادي طو جوج. عندي هاد العوينة هادي نخليها ونخدم هنا. كاين خدمة مصعيباش، سهلة. نخدمو عادي هي العوينة ممكن في الشفاط. كنديرو جوج الغرز باش يجينا الحساب هو هداك. ممكن نحاول نخدم معاكم الزربة باش نطولش لكم الفيديو اكتر. جوج كنخلي هاد العوينة كنخدم هنا، ونخلي هاد العوينة هادي ونخدم هنا. دائما الخيط كيف كنقول لكم، دائما الخيط كيكون تحت الابره وسط من دائره باش كتجينا الخدمه هي هذيك. دابا كيف ما كتشوفوا رجع مع هاد الخدمه هذه، ونعاود نسدد العيون. فكيف ما كتشوفوا معايا، فانا دابا غنخصد نخدم العوينة الاخيرة اللي عندي باش نسد الكوزة. ثلاثة كنخدم ثلاثة الغرز، كنخليو عوينة وكنجيو هنا. فنفس الطريقة غيبقاو عندي ثلاثة، واحدة جوج ثلاثة. جوج ثلاثة، حيد هاد الخيط ونعاود نرجع. كما كتشوفوا انا نخدم دابا نسد الكوزة. وحدة، جوج ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. كما كتشوفوا فهذه الخدمة ديال الجوزة كما كتشوفوا معايا. الجوزة كنهبطو معاها على طول القفطان لو الجلابة، فكتكون خدمة زوينة صراحة. كنهبطو بها الطريقة هذه، يعني كتكون عندنا خدمة اللي هي زوينة وراقية. بالنسبة هذا هو الفيديو ديال اليوم، فخليتكم على خير، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. واللي ما ابونيش معايا تابونا، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب. ولا خليتكم على خير، والسلام عليكم.